28 فبراير هو اليوم العالمي للأمراض النادرة، وفي كل سنة بتشارك الدول ومنظمات الصحة العالمية في هذا اليوم بهدف التوعية على سبل الوقاية من الإصابة بالأمراض النادرة ومضاعفاتها، واللي يمكن الوقاية منها في حال تشخيصها بشكل مبكر. ومن بين الأمراض اللي راح نحكي عنها اليوم هي اللي تصيب الجهاز الهضمي غير القرحة والتهاب المعدة وحصى المرارة وغيرهم. فيسعدنا نرحب اليوم بالدكتور محمد الشيف، أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي. يسعد صباحك ويا أهلا وسهلا فيك، شرفتنا ونورتنا. صباح الخير، وأنا سعيد بالاستضافة. أهلا وسهلا دكتور. في البداية، إيش الهدف من إحنا يكون في يوم عالمي للأمراض النادرة والتوعية بهذه الأمراض؟ نعم، جميل. يمكن المشاهدين أول مرة يسمعون عن هذا اليوم العالمي للأمراض النادرة، يعني من النادر أن نناقش هذا اليوم. هو يوم عالمي يحتفى به في نهاية شهر فبراير من كل عام. أنت عارف في فبراير كل 4 سنوات تكون سنة كبيسة، 29. صحيح. السنة هذه في 29 يوم سنة كبيسة، ويقام في آخر يوم من شهر فبراير، ليس بشهر 28. فسبحان الله، يعني اختاروا هذا اليوم لأنه من النادر، يعني كل 4 سنوات يكون يوم زيادة في السنة. فهو الهدف منه يعني تسلية الضوء وزيادة الوعي المجتمعي والمرضى ودويهم عن الأمراض النادرة، أيضا لدعوة لتكاثف الجهود والبحث العلمي وإنشاء يعني مراكز متخصصة في علاج الأمراض النادرة. احنا يعني ولله الحمد المملكة العربية السعودية يعني قطعت مشوار كبير في يعني تشخيص وعلاج الأمراض النادرة. فيحتاج الموضوع، يعني احنا دائما يعني دائما كما ذكرت، لما يكون ألم في البطن يتبادر إلى الذهن الأمراض الشائعة من قولون عصبي قرحة، فنقول احنا دائما قاعدة طبية يعني ندرسها الطلاب، الشائع هو الشائع كومن از كومن. فلم يعني مريض يشتكي من ألم بطن يتبادر إلى الذهن أنه الشيء العادي، الشيء العادي. لكن وفي قاعدة بعد طبية أخرى يقول لك إذا سمعت صوت الحوافر فليتبادر إلى الذهن أنه صوت حوافر خيول وليست يعني الحمار الوحشي. فلذلك هذا الشعار الحمار الوحشي أخذ اللي يدل على الأمراض النادرة. دائما يعني أي يعني مريض، طبعا مرضى المصابين بالأمراض النادرة يعني مشقة ورحلة مضنية نحو التشخيص، قد يزور أكثر من مستشفى، أكثر من طبيب استشاري، فحوصات كثيرة، ويصل إلى التشخيص في الأخير. دائما احنا نقول التاريخ المرضي المفصل، وبالأخص أيضا التاريخ العائلي. التاريخ العائلي من يعني ضمن الأمراض النادرة مجموعات كبيرة، لكن الأمراض الوراثية، الأمراض الاستقلابية تنشأ بزواج الأقارب. فمهم جدا أخذ التاريخ المفصل بما يشمل التاريخ العائلي والفحص السريري الدقيق، وأيضا مجموعة فحوصات كثيرة مخبرية جينية، أو نحتاج إلى أشعة متقدمة أو متخصصة، وبالتالي نضع مجموعة احتمالات. نقول إحنا differential diagnosis، يعني نضع الشائع في الأعلى ونضع النادر في الأسفل. في الأسفل. طب ممكن دكتور إن إحنا نلقى شيء غريب مثلاً في الجهاز الهضمي أو جميل. في الجهاز العصبي وما نعرف وشو إحنا، يعني أنت كدكتور أو نعم. كمستشفى، فإيش هي القاعدة الأساسية اللي يعتمد عليها الطب والأطباء والأبحاث العلمية في اكتشاف هذه الأمراض؟ نعم جميل. يعني عندما تسلسل بالتاريخ المرضي، تاريخ العائلة المفصل، الفحص السريري، ومن ثم التحاليل المخبرية، قد نحتاج لتحاليل جينية وأيضا أشعة متقدمة. أحيانا الأمراض النادرة تحتاج إلى مالتي ديسبلينري تيم، يعني فريق متعدد التخصصات، يعني قد لا تشخصها. مثلا إحنا الآن ننشر الوعي مراكز صحية أولية أو مستشفيات ثانوية، إذا يعني شك في موضوع أو تشخيص من له الأمراض النادرة يجب تحويل المريض إلى مراكز نقول متقدمة. مراكز يعني رعاية صحية له ثالثة تيرشري كير أو مدن طبية لإكمال الفحوصات، لأن هذه التحاليل الجينية الوراثية مكلفة وتحتاج يعني أحيانا نرسلها إلى خارج المملكة العربية السعودية. فهذه هي، فنقول دائما قاعدة الشائع هو الشائع، والنادر يكون في اللي هو أسفل القائمة من الاحتمالات التشخيصية. سبحان الله، إحنا الطب كده يعني كيف تسوي فحص نستبعد هذا، أو هذا الفحص إيجابي أثبت هذا. فيعني يعني فيها نوع من إحنا نقول زي كأنها لعبة شطرنج. نقعد نخمن لحد ما نوصل أحسنت إلى، لكن تخمين علمي، scientific guess، تخمين علمي ومبني على المعرفة. يعني اللي بيخمن الطبيب، دائما إحنا نقول الطبيب الاستشاري الخبير لديه تراكم خبرات طويلة من السنوات، بالإضافة للأبحاث، بالإضافة
إلى شاف حالات كثيرة. أنا أكلمك يعني شفت حالات كثيرة الحمد لله رب العالمين بتوفيق من الله لم يصل لها تشخيص، يعني أطباء آخرين وصل لها تشخيص. تحتاج وقت، لا تحتاج وقت قصير 15 دقيقة، تحتاج وقت أحيانا يستغرق ليس يعني يقول ساعة، أحيانا مو زيارة واحدة ولا زيارتين، عدة على مدى زيارات طويل تتضح الرؤية، تتبلور الرؤية، يعني كأنك تضع يعني زي ما تقول كل مرة قطعة قطعة كده وبعدين صحيح. تصل إلى التشخيص الطبيعي. يمكن في الطبيعي. ناس كثير عانوا وناس فقدوا حياتهم بسبب التشخيص الخاطئ، وهو يعني هذا الشيء اللي إحنا دائما نخاف منه لما نروح مستشفى. جميل. طيب دكتور، إيش هي الأمراض النادرة اللي ممكن تصيبنا يعني بشكل مختصر وإيش تصنيفها؟ نعم جميل، يعني الأمراض النادرة عددها 7000 إلى 10000 مرض ذكر يعني في المراجع الطبية، فقط 20% له علاج. تمام، احنا نقول امراض نادره نصنفها قد تصيب الجهاز الهضمي، قد تصيب الجهاز التنفسي مثلا زي سيستيك فايبروسيس، قد تصيب مثلا امراض الدم، مرض اسمه بي ان اتش، قد تصيب الكلى اللي هو مرض اسمه اتش يو اس، قد تصيب الاعصاب، الامراض العصبيه منها امراض نادره عديده زي لو ضمور العضلات الشوكي سباينال مسكل اتروفي. بالمناسبه ذكر هذا المرض العلاج أغلى علاج في العالم لهذا المرض سبحان. الحمد لله يتوفر في السعودية، نوفر العلاج ملايين، يعني أقول لك التكلفة تتفوق يعني أكثر من مليون دولار. ففي علاجات مكلفة يعني هذه الأمراض النادرة، عشان ليش نزيد الوعي، تشخيصها معقد وصعب وأيضا علاجها مكلف، مكلف جدا، والحمد لله يتوفر لدينا، لا يتوفر دول ثانية، فتوفر المملكة الأدوية باهظة الثمن تعدى ملايين، في قائمة 10 أدوية أكثر من مليون، أكثر مليون دولار سعر اللي هو العلاج. القيمة نقول إحنا التكلفة اللي هو السنوية قد يكون جرعات يومية أو أسبوعية. فالآن الأمراض العصبية يعني الضمور العضلي نسميه إحنا الشوكي سباينال مسكولار ديستروفي، أيضا ضمور العضلات دوشين، مرض اسمه دوشين، مرض دوشين مسكولار ديستروفي. ففي أمراض يعني عديدة يعني قلت لك أكثر من 7000 مرض، لكن هذه الأمراض هي يعني موجودة هنا في السعودية ونشوفها ولها علاج. قلت لك في بعض الأمراض ليس لها علاج صحيح. أيضا الأمراض الاستقلابية لدى الأطفال يعني تنشأ عند الأطفال، فدائما نحرص التاريخ العائلي والوراثي، زواج الأقارب، زواج الأقارب صحيح. يعني بس عشان ذكر الموضوع، أحد الأصدقاء ذكر لي كده أن أصيب لديه طفلين بمرض استقلابي ميوكوبوليسكارادوسيس، فهو ايش نتيجة هذا؟ زواج الاقارب صحيح. فياتي يعني اقارب درجه الاولى، خاصه لما نقول احنا يا العم يا الخال، هذه فيرست ديجري ريليتيفز صحيح. شكرا لك دكتور، يعطيك الف عافيه، صراحه الموضوع جدا جميل وفي توعيه كثير للناس ما يعرفون ايش المرض اللي هم يعانون منه. وشكرا